مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. اهلا ومرحبا بكم مع الفتره الثانيه من برنامج اليوم المؤشر التي نتابع فيها معكم ثاني تداولات هذا الاسبوع، والتراجع ايضا مستمر منذ بدايه هذا الاسبوع، والقيمه المتداوله كذلك سيوله متراجعه 16 مليون في جلسه اليوم، وكذلك تراجعات تطال جميع المؤشرات وضعف حقيقه في الكميات وفي حركه التداول على هذه الجلسه. نتيجة هذه التراجعات ومتابعة ختام هذه الجلسة مع الزميل عايد العنزي من استديوهاتنا في بورصة الكويت، حياك الله عايد. مساء الخير رائد، مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. ما زال السوق الرئيسي يتفوق بصوره كبيره جدا على السوق الاول من حيث الكميه ومن حيث النشاط، ولكن ما زالت المؤشرات في المنطقه الخضراء. يعني جلسه اقفالات ربع سنويه بهذا الضعف، يعني هناك تساؤلات كثيره جدا حول هذا الموضوع. لذلك نلاحظ مشاهدينا الكرام السوق الرئيسي، ما زال السوق الاول ما زال يعاني من تراجعات واضحه، وخاصه الشركات القياديه والقطاع المصرفي بالتحديد. المتراجع في هذه الجلسه في ظل ضغوط بيعيه واضحه اكثر من جلسه الامس، لكن السوق الرئيسي وضعيه ممتازه رغم تراجع باربع نقاط، ولكن هناك شراء واضح على معظم شركات السوق الرئيسي. نتمنى مشاهدينا الكرام ان تكون هناك اقفالات في ربعيه جيده لكثير من الشركات، خاصه المتراجعه وخاصه القياديه في نهايه هذه الجلسه، ونذهب مباشره ونشوف الوضع العام اللي كانت عليه المؤشرات شلون اللي راح تكون عليه بعد الاقفال، ونتمنى ان شاء الله يكون اقفال مميز لاكثر من شركه، لان فعلا اقفالات النصف الاول افضل من اقفالات الربع الثالث. لذلك اعتقد ان الشركات اللي عندها تقييم راح تحقق بعض الخسائر نوعا عن ما خسائر تقييم ومن معايير محاسبيه. نذهب مباشره الى المؤشرات، ومن ثم نتكلم عن الاقفالات لبعض الشركات وخاصه الشركات القياديه واقفالات هذه الشركات. حاليا المؤشرات جميعها في المنطقه الخضراء مشاهدينا، الجمع المنطقه الحمراء نتمنى ان شاء الله تفاعلنا في المنطقه الخضراء 12 نقطه و17 نقطه للسوق العام 5683 بكميه تداول 94 مليون 700. هذه الكميه تمت من خلال 4427 بقيم 16 مليون 600. السوق الرئيسي 7 مليون و300 تقريبا، المتراجع باربعه نقاط بكمية تداول 74 مليون و700، يعني حوالي 20 مليون للسوق الأول فقط لا غير، والقيمة 9 مليون و400 للسوق الأول المتراجع ب16 نقطة و19 النقطة. لكن مثل ما قلنا مشاهدين الكرام، واضح في إقفالات ولكن في عروض، في اقفالات ولكن في عروض في هذه اللحظات. انا قاعد اشوف في اقفالات وفي دخول واضح على كثير من الشركات القياديه، والسيوله راح ترتفع توصل يمكن 20 مليون او اقل بقليل، يعني يمكن 19 مليون شوي. لكن هناك ملاحظه ان في عروض اكثر من الطلبات على اكثر من شركه قياديه في هذه اللحظات. لذلك في طلبات على الوطني، في طلبات على الخليج، في طلبات على بيتك، ولكن يقابلها في الجانب الاخر عروض، والعروض كثيره جدا. لذلك جلسه الاقفالات لازم بد ان تتمتع بطلبات اكثر من العروض حتى تكون هناك ارتفاعات سعريه سوقيه للسوق في هذه الجلسه، حتى تغطي اقل شيء اقفالات الربع النصف الاول الماضي. يعني في ظل هذه التراجعات اعتقد ان اغلب الشركات اللي عندها تقييم او المتداخله مع بعض، الجميع متداخله مع بعض، راح تحقق بعض الخسائر من تقييم ومن تطبيق المعايير المحاسبيه الدوليه. نذهب مباشره مشاهدينا الكرام للاقفالات، ونرصد التحركات الاخيره للشركات القياديه خاصه، ونشوف الوطني ايش راح يصير عليه، هل راح يكون هناك دخول على الوطني، هل راح يكون هناك دخول على بيتك بقوه يعوض العروض الموجوده. لحظه، وطني مطلوب دينار 48 206000، ولكن معروض 858 435. العرض يفوق الطلب بصوره كبيره جدا، وكذلك نلاحظ بنك الخليج يطلب 306 196 ويعرض 252 607000. يعني احنا راح نوصل ل 20 مليون الا تقريبا. الدولي لا تغيير حتى هذه اللحظه، برجان يطلب 323 22 150 الف، معروض 285 87800. بيتك يطلب 113000 ويعرض 578000. يعني العروض تفوق الطلبات بصوره كبيره جدا مشاهدينا الكرام لكثير من الشركات، كذلك بالنسبه للبوفيان، كذلك بالنسبه للمشاريع، كذلك بالنسبه للمباني. لا، المباني ما في تغيير، ما راح تغير شيء، يعني تقريبا نفس الاقفال. الصناعات الوطنية لحد الآن طلب جيد مع العرض في تناسق، يعني يمكن راح يكون يا استقرار يا تراجع بوحدة واحدة. بوبيان بتكماويات نجمة التداولات أمانة في هذه الجلسة مع ارتفاعات جدا جيدة لبوبيان بتكماويات. القرين كذلك على استقرار. اجيليتي تعرض 652 56000، مطلوبة 796 3024. لذلك نلاحظ بأن العروض تفوق الطلبات بصورة كبيرة جدا في هذه اللحظات. ولاحظ كذلك زين 591 7758 الطلب،
لكن العرض 485 192 ألف، يعني عروض كبيرة جدا مشاهدين الكرام على كثير من الشركات السوق الأول. وفيما هيومن سوت ما قلنا راح يرتفع أكثر، جي اف اتش لا تغيير تقريبا، العرض والطلب متغاربين نوعا ما. الأهلي المتحد البحريني نفس الطريقة، يعرض 244 272 يطلب 298 19000، يعني العروض تفوق الطلبات. ومثل ما قلنا ونتوقع أن نصل إلى 19 مليون في هذه الجلسة مع اقفالات المزاد، نوصل 19 مليون. ممكن راح يكون فيه دخول تحت، انا ما قاعد اشوف الطلبات تحت، لا قاعد اشوف الطلبات حاليا اللي موجوده قدامي. ممكن يتغير الوضع الى الافضل. المتكامله كذلك بيتراجع في هذه الجلسه، راح تتم على تراجع حتى هذه اللحظه. التجاري لا تغيير 500، دعم قوي جدا وشراء اسهم خزينه واضح في هذا الدعم. الاهلي الكويتي على استقرار، والمتحد كذلك العرض اكثر من الطلب بالنسبه للمتحد الكويتي. والله كثير من الشركات في عروض كبيره جدا، في عروض واضحه لكثير من الشركات، وخاصه يعني سواء في السوق الاول او السوق الرئيسي، والسوق راح تكون بارتفاع واضح. وباجي دقيقه وندش على المزاد، ندش على المزاد ونشوف الوضع العام، لكن الوضع العام لحد الان يتعرض لضغط بيعي كبير. ضغط بيعي كبير، يعني مثل ما نقول مشاهدينا الكرام العروض تفوق الطلبات بصوره كبيره جدا، وخاصه على شركات السوق الاول. فيما السوق الرئيسي يمكن اقل شوي، اقل قليلا من السوق الاول، ولكن هناك ضعف شديد جدا على معظم شركات السوق الرئيسي في هذه اللحظات. السوق الاول يتمتع بمرونه كبيره جدا من نتيجه عد الاسهم، وكذلك لارتفاع الاسعار السوقيه لهذه الاسهم. بالمقابل راح ترتفع اسعار السوق ككل، وارتفع القيمه بصوره كبيره جدا. واعتقد ان راح نشوف مشاهدينا الكرام دخول في اللحظات الاخيره، وها هو الاقفال، ها هو الاقفال معاكم. شوف الاقفال تم، الاقفال يتراجع واضح، الاقفال 18 مليون ونص، 18 مليون ونص. ونلاحظ الوطني يتراجع بصوره واضحه، وكذلك الخليج، الوطني 6 فلوس والخليج فلس، والمتحد بسبع فلوس، الدولي على ارتفاع بفلس واحد، برقان كذلك بارتفاع فلس واحد، بيتك باربع فلوس تراجعا. ونشوف معاكم مشاهدينا الكرام بقيه الشركات الاخرى، بيتك بتراجع باربع فلوس في هذه اللحظات، وبعد بيتك عندي انا بيتك والله باربع فلوس تراجع لبيت بيتك بوبيان على استقرار بنك بوبيان. يعني ارتفعت السيوله بصوره كبيره جدا، توقعت 19 مليون لكن 18 مليون و500، ممكن يكون هناك دخول في بعد الخمس دقائق الاخيره، اللي هي سعر الشراء بعد كميفك ب 83 ارتفاع 3 فلوس، الامان على تراجع فلس وعشر الفلس الاولى بارتفاع فلس وعشري الفلس الاولى، تسجل قيعان جديده امانه. الأولى تسجل قيعان جديد، المال بتراجعات كبيرة جدا، الأولى المال بارتفاع، يونيكاب كذلك بارتفاع، مدار بارتفاع بفلس واحد، السورية بتراجع، الامتياز كذلك بتراجع بفلس واحد، الأهلية للتأمين بكميات واضحة، عقارات الكويت كذلك على استقرار، المتحدة بتراجع، وكذلك الوطنية العقارية في مصالحية العقارية بارتفاع بأربع فلوس، الإنماء، الإنماء العقارية تتراجع بثلاثة أعشار الفلس. لاحظ مشاهدين الكرام الإنماء العقارية، التعمير كذلك بارتفاع، أركان بارتفاع، أرجان بتراجع، أبيار على استقرار، منشآت بأربع فلوس، دبي الأولى بأربعة أعشار الفلس، منازل بفلسين وثلاثة أعشار الفلس، رمال فلس وثمانية أعشار الفلس، رمال 24.9، الصناعات الوطنية ما قلنا تراجع بفلس واحد في هذه الأثناء، اسمنت الكويت طبعا السيوله يعني راح يكون في شراء اعتقد في اقفال المزاد، كيبلات تتراجع بصوره كبيره جدا 471 لكيبلات، السفن بارتفاع باربع فلوس، بورتلاند بفلس واحد ارتفاعا، اسيكو ونلاحظ سكب بارتفاع مشاهدين الكم تراجع واضح، اسيكو باربع فلوس ارتفاعا، بوبيان بتكماويت بثمان فلوس بعد كان 14 فلس لبوبيان بتكماويت ارتفاعا، الصربوخ على تراجع فلس وثلاثة اعشار الفلس، جلتي بخمس فلوس تراجعا، وزين على استقرار، وبعد زين كان في المنطقة الخضراء أثناء الجلسة اليوم، عربي قابضة بارتفاع فلسين وستة أعشار الفلس لعربي قابضة، أريد وكذلك مشاهدين الكرام بستة فلوس ارتفاعا، آن كذلك المنطقة الخضراء، هيومن سوفت بسبعة وأربعين فلس، والمشتركة بفلسين، وألافكو بثلاث فلوس. ألافكو اليوم فعلا إقفالات سنوية، إقفالات سنوية لألافكو اللي تنتهي السنة المالية في 30/9 لألافكو، لوجستيك كذلك بيرتفع بنصف فلس، والجزيرة 22 فلس، والغابضة المصرية ب 20 فلس، وجي اف اتش المتراجع ب 19 فلس، ونلاحظ الأهلي المتحد البحريني ب 3 فلوس، وبنك وربة بيرتفع فلس واحد، وبنك وربة هو المميز أمانة. بنك وربة هو المميز، المتكاملة كذلك تراجع ب 3 فلوس، بنك وربة هو الأفضل وهو الأبرز في الآونة الأخيرة. يعني قاعد نشوف بنك وربة وضعيته مختلفة تماما عن بقية البنوك من فترة طويلة، وهو مستقل عند هذا المستوى السعري وبشراء واضح. دبي الأولى هالشراء، هذا الشراء بعد المزاد
وصلنا حاليا 18 مليون 800 مشاهدين الكرام بتراجع للسوق العام 17 نقطة و14 نقطة، فيما السوق الرئيسي بنقطة و18 نقطة ب 7 مليون 700 وتراجع للسوق الأول 24 25 نقطة تقريبا وبقيم تصل إلى 11 مليون بالكمال والتمام. يعني مشاهدين الكرام ما زال السوق الأول يعاني من تراجعات واضحة وتراجعات كبيرة جدا أدت إلى تراجع بصورة واضحة في الفترة الأخيرة مع انخفاض في سيولة السوق الأول وعزوف واضح من قبل المحافظ والصناديق الاستثمارية سواء الخليجية أو الأجنبية، هناك تراجعات واضحة. لكن السوق الرئيسي يختلف تماما عن السوق الأول بنشاط واضح على أكثر من شركة. منو اللي أدى اليوم لارتفاع السيولة بالسوق الرئيسي؟ راح نشوف معاكم مشاهدين الكرام، هي ثلاث شركات تقريبا أو أربع شركات لها دور جيد في ارتفاع السيولة على هذا السوق. نذهب مباشرة ونشوف شنو الشركات وكمياتها اللي أدت إلى ارتفاع السيولة بصورة واضحة، رغم أن بعضها تعرض لضغط بيعي، لا بعضها في شراء، لكن هناك ارتفاع في سيولة السوق الرئيسي بأربع شركات فقط لا غير. وإلى السوق الرئيسي مشاهدين الكرام والأربع شركات تقريبا، ونشوف وضعيتهم ووضعية هذه الشركات. السوق الشركات اللي هي بالضبط، يعني أنا أقدر أتكلم اليوم عن كيبلات 3 مليون و400، كذلك السفن 3 مليون و900، هذه الشركات لها دور كبير جدا مشاهدينا الكرام، وكذلك الانماء العقاريه ب 840 الف، المشتركه كذلك ب 453 الف، والتجاري 338 الف دينار اتكلم عنها، مليون و635 الكيبلات، السفن مليون و589 والانماء 840 والمشتركه 453 والتجاري 338. يعني هذه ابرز الشركات مشاهدينا الكرام ارتفاعا من حيث السيوله في السوق الرئيسي. اما بالنسبه لارتفاع اكثر شركات ارتفاعا عندي انا التعمير، اللي لحد الان الوضع غير واضح بالنسبه للتعمير، الوضع غير واضح بالنسبه للتعمير، هل هناك يعني راح يكون انسحاب ولا مو انسحاب؟ الكل قاعد يراهن انه ما راح يكون في انسحاب، واللجنه راح يعني راح تطلع اليومين وتبين قرارات السوق ايش راح يصير. الراي كذلك بيرتفع ب 9% ويقارب ال 10%، عقار كذلك ب 7.5%، التحصيلات 7.5%، ومنشات ب 5.5%. هذه الارتفاعات الواضحه مشاهدينا الكرام في هذه الجلسه لكثير من الشركات وقائم الشركات سواء في القيمه او في الارتفاع من نصيب السوق الرئيسي. اما اكثر تراجعا عندي أموال اليوم 36 فلس لأموال إيفا فنادق ب 45.5 والخليجي ب 44 فلس وأرجان المتراجعة ب 9% والشارجة كذلك المتراجعة ب 9%. يعني نلاحظ مشاهدينا الكرام الأكثر صعودا في السوق الأول في السوق الرئيسي وأكثر انخفاضا في السوق الرئيسي، وقيم أربع شركات تغطي على السوق الرئيسي بصورة واضحة جدا وقوة شرائية واضحة على هذا السوق. نتمنى إن شاء الله أن تكون باكر بداية أكتوبر بداية أفضل من نهاية سبتمبر، ونشوف ارتفاعات جيدة لمعظم الشركات وخاصة شركات السوق الرئيسي. كل شكر لك رائد ولمشاهدينا الكرام. شكرا لك عائد، يعطيك العافية. الاختبارات التأهيلية للوظائف واجبة التسجيل. تعتبر الاختبارات التأهيلية للوظائف واجبة التسجيل من أهم متطلبات الهيئة لتحقيق الأهداف التالية: مواكبة أفضل الممارسات العالمية، الارتقاء بمستوى الكفاءة المهنية والقدرات الفنية لشاغلي الوظائف واجبة التسجيل لدى الأشخاص المرخص لهم، التوصل إلى بيئة استثمارية جاذبة تمتلك المقومات الأساسية، الارتقاء بمستوى الخدمات المالية وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية الكويتية. سعياً لتحقيق تلك الغاية تقوم هيئة أسواق المال بالتعاون مع أحد أفضل المؤسسات المتخصصة في هذا المجال، وتم التعاقد مع المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار CISI لإعداد برنامج الاختبارات التأهيلية، والذي يتضمن اختبارات رقابية خاصة بقوانين ولوائح الهيئة وتشريعاتها، وأخرى فنية خاصة بالوظائف واجبة التسجيل حسب طبيعة كل وظيفة. سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل والأطر الزمنية لتطبيق الاختبارات التأهيلية خلال المراحل القادمة. الاختبارات التأهيلية للوظائف واجبة التسجيل ارتقاء بالكفاءة والمهنية. حياكم الله من جديد بعد هذا الفاصل ومتابعة لختام جلسة اليوم، وأيضا بعد أن عمق المؤشر العام من تراجعات 17 نقطة عند مستوى 5678 نقطة، قلص المؤشر الرئيسي من تراجعاته من 4 نقاط قبل الإغلاق إلى نقطة و7 أعشار النقطة،
وكذلك المؤشر الأول كان على تراجع. إذن تابعنا معكم تداولات اليوم وتداولات ثاني جلسات هذا الأسبوع اللي كانت في المنطقة الحمراء، واللي كان نوعا ما الشركات مكونات المؤشر الرئيسي هي أفضل بكثير رغم هذه التراجعات من مكونات المؤشر الأول. مشاهدينا الكرام، يسعدني أن يكون معنا من استديوهاتنا في بورصة الكويت مدير عام شركة عذراء العقارية ليعطينا رأيه عن جلسات التداول لهذا الأسبوع منذ البداية من يوم الأمس وكذلك اليوم ثاني جلسات هذا الأسبوع. حياك الله أستاذ ميثم. يا أهلا وسهلا أخوي رائد، رحب فيك ورحب في مشاهدي تلفزيون الكويت. أهلا وسهلا أستاذ ميثم، تابعت معنا جلسة اليوم، كانت تراجعات امتداد لتراجعات بدأناها في هذا الأسبوع. القيمة المتداولة كانت في طوال فترة الجلسة مشابهة لجلسة الأمس 14 مليون، لكن زادت وزادت أيضا معها التراجعات في اللحظات الأخيرة. تعليقك بشكل عام. نعم بالعكس تماما، يمكن جلسة اليوم في تحسن في السيولة، ولو أن السيولة منخفضة ومتراجعة. الحقيقة الملاحظ في جلستين هذا الأسبوع انخفاض كبير في السوق الأول في التداول 9 مليون دينار. أنا أعتقد هذا الرقم ليس من طبعا التداولات المعتادة أن نشاهدها على هذه المجموعة، وليس في مستوى هذه الشركات المدرجة في السوق الأول، كونها أن يعني تحمل ثلثين القيمة الرأسمالية أو الأكثر حقيقة من ثلثين القيمة الرأسمالية للسوق الكويتي. لذلك القيمة المتداولة تراجعها في اليوم الثاني على التوالي لأقل من 10 مليون دينار، أنا أعتقد في علامات استفهام وتخوف من عمليات الشراء. بل بالعكس، سيولة اليوم كانت سيولة بيع، يمكن أمس كان هناك عمليات شراء وتباين في الأداء، لكن اليوم الأغلب أغلب السيولة باتجاه البيع في السوق الأول. لذلك بدأت المخاوف تكون موجودة لدى الكثير من المتداولين، لكن أنا أعتقد أن ما يبدد هذه المخاوف أن إنجاز الملف المرتقب لهيئة أسواق المال وشركة البورصة فيما يخص مسألة ترقية لمورغان ستانلي MSCI أو ما يسمى بمؤشر مورغان ستانلي. لذلك أنا أعتقد بأن التداولات هذا الأسبوع لا تعكس حقيقة السوق أولا، ثانيا هناك مخاوف وتراجع في بعض الأسهم في السوق الأول، هناك تميز في السوق الرئيسي حقيقة، وجلسة اليوم يعني أكثر من تقريبا 40% من جمالي تداولات السوق اليوم في السوق الرئيسي، حقق طفرة كبيرة، يعني من الجلسات النادرة أن يكون السوق الرئيسي يحمل نسبة كبيرة من إجمالي تداولات السوق كما شهدنا في جلسة اليوم. ممتاز، مع نشاط السوق الرئيسي ومكوناته اليوم لاحظنا عودة السفن من جديد بهذه الكميات وكذلك القيمة في جلسة اليوم. كيف تقرأ حركة السهم في ثاني جلسات هذا الأسبوع؟ واضح تماما أخي رائد بأن هناك مضاربة في هذا السهم، هناك عقود كبيرة يعني وقعتها هذه الشركة مع عدة جهات خاصة القطاع النفطي، ولم تتفاعل مع الإعلان على مع هذه الإعلانات السابقة من عقود وغيرها. لذلك أنا أعتقد بأن المضاربة كانت موجودة حاضرة في هذا السهم، كذلك يمكن سهم كيبلات. المميز أن هناك سوق ترشيحات الآن لمسألة إدراج بعض الأسهم خاصة في السوق الرئيسي ضمن المؤشرات العالمية، لذلك سواء فوتسي S&P أو حتى MSCI مستقبلا. لذلك هذه الأسهم تنشط وفق هذه المعطيات، لذلك نجد أن معدل الدوران عندما يرتفع تترشح بالتالي إلى أن تكون من ضمن الشركات المؤهلة للترقية، وبالتالي ينتظر أن تزيد السيولة المستقبلية لهذا السهم. لذلك أنا أعتقد أن المضاربة لسهم سفن كان يعني مضاربة إيجابية طبعا، لكن تبقى أن جني الأرباح والارتفاعات هي قيد اتجاه السيولة بشكل واضح. هل تشوف العمليات البيعية أستاذ ميثم لها ارتباط مع أيضا اكتتاب شركة البورصة وكذلك شمال الزور؟ يعني لما نشوف هذه التراجعات واحنا ايضا ننتظر مثل هذه الاكتتابات، هل في رابط سواء كان بالسلب او حتى بالايجاب؟ اعتقد بان بعض المراقبين يرون ان هناك ارتباط في مساله السيوله المتوقعه بان يكون هناك
سحب من سيولة البورصة نحو الاكتتابات. أنا لا أعتقد هذا الأمر سيكون له تأثير كبير، خاصة أن الشريحة المطروحة لمثلا شركة البورصة ليست بالمبلغ الكبير الذي قد يؤثر على تداولات السوق. لكن أعتقد أن سوق الاكتتابات هو سوق في الكويت طبعا المستثمر متعطش له، يرغب بالاكتتابات، خاصة الاكتتابات التي تطرحها الحكومة ليست الشركات التي تطرح من قبل القطاع الخاص، لأن الجدوى الاقتصادية والاستثمارية في هذه الشركات على مر التاريخ نجد أن هناك ارتفاع في العوائد، على الأقل هناك عوائد وعوائد يعني متفرقة أو متباينة مع استقرار لإيرادات هذه الشركات المستقبلية، وخاصة أن الشركتين المطروحتان هما لأول مرة في قطاع كل منهما، في قطاع الأسواق رأس المال شركة البورصة وقطاع الطاقة أو ما يطلق عليها بالطاقة اللي هي الكهرباء والماء أيضا شركة شمال الزور. لذلك أنا أعتقد بأن المنافسة لهذه الشركات المستقبلية هي التي ستأتي لصالح هذه الشركات حاليا. لذلك من الضروري جدا الاكتتاب في هذه الشركات، بل والاستثمار الطويل أنا أعتقد هو نجاح، كون أن الإيرادات المستقبلية لهذه الشركة ومثل هذه النوعية من الشركات شبه مستقر. هل سنشهد ارتباط واضح جدا بين فوتسي راسل وأيضا سوق الكويت في مثل هذه الأوقات؟ مسألة المراجعة انتهينا من المراجعة قبل أيام، وحددت بعض الشركات التي دخلت وبعض الشركات التي خرجت، وزيادة بسيطة لنسب وأوزان بعض الشركات. لكن أنا أعتقد بأن المستقبل سيكون لفوتسي وMSCI دور كبير في تحديد عدد من الأسهم التي ستكون طوال العام نشطة، باستثناء طبعا فترات معينة، وأعتقد الفترات لن تكون طويلة محدودة. لكن تبقى أن المؤشرات العالمية عليها بعض النقاط ولديها بعض الإيجابيات التي تدفع مثل هذه الأسهم للتداول، وتبقى أن السلبية في المخاطر العالمية والأوضاع الجيوسياسية تكون مؤثرة في كثير من الأوقات. يعطيك العافية ونشكرك جزيل الشكر على هذه الإيضاحات، مدير عام شركة عذراء العقارية الأستاذ ميثم الشخص، كنت معنا من استديوهاتنا في بورصة الكويت. مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج المؤشر، وننتظركم إن شاء الله لمتابعة منتصف جلسات هذا الأسبوع في يوم الغد. لذلك الحين نترككم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.